بسم الله الرحمن الرحيم. The high dam about 5 kilo south of the city. The course of the Nile is crossed by the old dam of Aswan, built 1889 and 1902 with initial high of 13.5 meter and capacity of billions cubes meter of water. The high dam, السد العالي, is about 8 kilometer upstream from the old dam. The Soviet Union was interested with the study of the project. Construction began in June 1960. On May 14, 1946, the waters of the Nile were divided into a branch canal. And in 1972, the work of vast dimensions could be considered finished. The body of water thus formed Lake Nasser. سيداتي أنساتي سادتي, يقع السد الأول على بعد حوالي 5 كيلو جنوب المدينة ويعبر مجرى نهر النيل سد أسوان القديم الذي تم بناؤه عام 1889 إلى 1902 بداية القرن العشرين بارتفاع أولي قدره 30 متر وسعته مليار متر مكعب. ويبعد السد العالي عن السد القديم حوالي 8 كيلو. تم تكليف الاتحاد السوفيتي بدراسة المشروع وبدأ البناء في يناير 1960, وفي 14 مايو 1964 تم تحويل مياه نهر النيل إلى قناة فرعية. وفي عام 1972 تكونت بحيرة ناصر, وتعتبر بحيرة ناصر من أكبر مخازن, يعني خزانات المياه اللي موجودة في العالم. دمتم في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.